الايفون 7 يعتبر حديث السوشيال ميديا كلها في اخر كام يوم، واحنا كمان عملنا فيديو عنه تقدر تشوفه من هنا. في الفيديو اللي عملناه احنا اتكلمنا عن امكانيات الموبايل زي ما الشركة اعلنت، ومش بس الايفون 7 ولكن كل منتجات اللي قبل اعلنت عنها في اليوم ده. في فيديو النهاردة احنا هنتكلم بطريقة موضوعية اكتر، نشوف هل الشركة صادقة في اللي بتتكلم عنه ولا في كلام تاني بين السطور. فيلا بينا نعمل. هنبدأ بأكتر موضوع كان عليه جدل، وهو السماعات الجديدة المعروفة باسم أبل إيربودز، وده كان يعتبر رد سريع من أبل لامتصاص غضب الناس بعد موضوع إنهم شالوا الهيدفون جاك. أبل بتعتبر إن الحركة دي شجاعة منهم، ولكن اصبر معانا لآخر الفيديو وهنشوف الكلام ده. بالنسبة للسماعات الجديدة، فأول حاجة دي ثمنها $160. لو أنت مستعد تدفع مبلغ رهيب زي ده يبقى لازم تكون حاجة رهيبة. أول حاجة بالنسبة للكونكتيفيتي فدي أحسن حاجة في الموضوع، مجرد ما تفتح علبة السماعات الموبايل بيلقطها وبيعمل كونكت، وأول لما تحط السماعات في ودانك هتشتغل لوحدها. ولو عايز تشغل سيري تقدر تدوس مرتين بصبعك على السماعات، والناس اللي جربوا السماعات في يوم المؤتمر أكدوا إن الصوت بتاعها تحفة بالنسبة لأنها وايرلس، وبالنسبة للشحن بتاعها بيفضل 5 ساعات. ولو حطيت السماعات في علبتها هتقدر تشحنها كمان 4 مرات، يعني ممكن تخرج بالسماعات 24 ساعة بره بيتك وما تخافش انها تفصل منك، ده غير موضوع النويز كانسليشن اللي فيها وحاجات تانية كتير من المزايا اللي مكتوبة على الورق بس سيبك بقى من كل ده وتعالى ندخل في الموضوع المهم. دلوقتي لو طلعت سماعة واحدة بره وداني اللي انا مشغله هيقف. دي انت كده بتهرجي يا قبل، نفرض انا شلت سماعات عشان اسمع واحد جنبي بيكلمني ولسه حاطط التانية بسمع فيها، وكان المفروض ان دي فيها IC بتتحكم في اي عملية منطقية زي الانفراريد سنسور اللي بيلقط الودان، ازاي غلطة زي دي تعدي؟ ما علينا، نشوف الباقي. الناس اللي جربوها في المؤتمر قالوا انها نوعا ما بتتزحلق من ودان، يعني المفروض انك عامل تعاقد مع نايك وبعتبر نفسك بتهتم بالرياضيين، واكيد عارف ان السماعات هيلبسها ناس وهي بتجري، وغير ان السماعات حجمها صغير فهي سهلة اصلا انها تضيع، كمان بتتزحلق يعني نسبة الفقدان كبيرة جدا. والدنيا مش بتقف هنا، مثلا عندك أبل بتفتخر بالW1 شيب الجديدة في السماعات وأداها العالي في توصيل الصوت، وأول لما حد يسألهم عن نوع الكودك اللي بيعمل بروسيسنج للصوت محدش يرد، وشوية يقولوا انه AEC وبعدها يرفضوا التصريح بأي معلومات عن الW1. طب انت ازاي عايزني ادفع مبلغ زي ده في حاجة انت مش موضح لي اصلا مدى قدرتها؟ نيجي بقى للموضوع اللي كله مش هيبطل كلام عنه، وهو ان الهيدفون جاك اتشال، وان ده ما كانش ليه لازمة ومش هيفرق في تخامة الموبايل خالص. خلينا ناخدها من ناحية يومية، انا لو جبت ايفون اكيد هجيب له كفر يحميه، وده هيتخنه من غير حاجة وهمسكه عادي في ايدي، اذا مش فارقة معايا المل اللي ناقص ده. ولكن في احد المحادثات مع دان ريتشي من قبل فهو قال ان كان في تحديات كتيرة لتوسيع مكان للكاميرا والبروسيسور والبطارية، وكان لازم يعملوا كده. وفي المقابل هم شايفين ان المستقبل كله وايرلس، وفي كل الحالات هم حطوا في العلبة سماعات باللايتنينج بورد وحطوا معها ادابتر عشان لو لسه عندك سماعات قديمة تستخدمها. في رأيي الشخصي دي مش مشكلة كبيرة خالص، ولو انت واحد بتستعمل منتجات أبل كتير زي اخر ماك بوك فاكيد هتكون متعود على موضوع ان يكون في بورت واحد تعمل منه كل حاجة، تدخل USB وتشحن وتسمع في السماعات وكل حاجة عموما. بالنسبة للكاميرا فأول حاجة هنبدأ بيها هي بتاعت الايفون 7، العدسة بتاعتها 28 ملي ودي تعتبر مش اوسع حاجة في الفيلد اوف فيو بالنسبة لسوق الموبايلات، ولكن مقبولة لانك في الموبايلات تقدر بسهولة ترجع لورا او تتحرك في اي اتجاه لو عايز تجيب كادر اكبر للصورة. ولكن اللي اتحسن فعلا هو فتحة العدسة، بقت f1.8 بدل f2.2 في الايفون 6S، ودي تعتبر فتحة عدسة اوسع بتدخل 50% اكتر من نسبة الضوء، وده هيساعد جدا لانك لو في ضوء خافت تقدر تدخل ضوء اكتر للعدسة من غير ما تعلي الISO. ولو حد بيتفرج علينا من محب الكاميرات فاكيد هيكون عارف ان حجم السنسور لما يكون صغير ويزود الISO فده بيأثر على جودة الصورة جدا. برضو الكاميرا فيها Optical Image Stabilization، ودي ميزة اخيرا بقت متواجدة في الموبايلين على عكس السنة اللي فاتت كانت موجودة في الايفون 6S بلس بس، اما الايفون 6S العادي مفهوش. ولو في حد دلوقتي بيتفرج ومش فاهم يعني ايه عدسة 28 ملي فانا هقول لك شرح بسيط ليها عشان هيفيدنا في الخطوة اللي جاية. السنسور بتاع الكاميرا بيشوف الصورة عند حتة اسمها الفوكال بوينت، والمسافة اللي ما بينهم هي الارقام اللي بتشوفها مكتوبة دي، زي لما نقول عدسة 28 ملي وكل ما يكون الفوكال بوينت بعيد عن السنسور هتحس الصورة كبرت، وبالتالي العدسة لو 24 ملي هتشوف كادر اكبر من العدسة اللي 28 ملي بتشوفه.
لان ال 28 ملي ابعد عن السنسور، وبالتالي هيشوف الصوره كبيره كانه عمل زوم ان. وبالنسبه للكاميرا الايفون 7 فدي وايد انجل لينز عاديه زي اي موبايل. نيجي للايفون 7 بلس، هنلاقي نفس الكاميرا دي موجوده وجنبها كاميرا ثانيه 12 ميجا بكسل برضو، بس المره دي العدسه 56 ملي، وبالتالي الفوكال بوينت ابعد عن السنسور، يعني هتشوف صوره اكبر. طب ده عباره عن ايه؟ ركز معايا في الحته دي كويس قوي. اي زوم بيحصل في الصوره باستخدام العدسه بيكون اسمه اوبتيكال زوم، وده مش بيأثر قوي في الجوده. اما اي زوم بيحصل في الصوره بالسوفت وير بعد كده ده اسمه ديجيتال زوم، وبيأثر جامد جدا في الصوره لانه كانه بيعمل لها كروب. دلوقتي العدسة الثانية دي 56 ملي، يعني ضعف الأولى، وبالتالي هتعمل زوم أكبر الضعف من غير خسارة الجودة. أمال فين بقى الغلطة اللي مضايقاني؟ المصيبة الكبيرة إن أبل عاملة تسويق للعدسة دي كتيلي فوتو لينز. iPhone 7 Plus also features a telephoto camera. There's now two 12 megapixel cameras built in the iPhone 7 Plus. One has the wide angle 28 millimeter lens, the same as the iPhone 7. The other is a telephoto 56 millimeter lens. والناس كلها كانت بتسقف ليهم وفرحانين، وراها كله بقى كان زايد، واي حد يقول لك عدسه تيلي فوتو وكل عامل فاهم و نيجي بقى للديوال كاميرا في الايفون 7 بلس، ودي واحده منهم وايد انجل كاميرا بتصور على 28 ملي زي اي ايفون. اما التانية عبارة عن تيلي فوتو بتصور على 56 ملي وبتساعد في الزوم وجودة الصورة توضح اكتر. عادي، ايه المشكلة؟ ما لازم الواحد ينجرف في الموجة شوية ويحس انها حاجة جامدة. طب بص معايا كده، لو واحد اهو عادي خالص عمل سيرش على جوجل في ثانية على كلمة تيلي فوتو لينز، فتح اي واحد من اللينكات هيلاقي ايه؟ ان لما يكون الفوكال لينز اكبر من 100 ملي ينفع نقول عليها تيلي فوتو. بجد؟ يعني شركة زي أبل بتعمل مؤتمر بالحجم ده ويكون فيه مغنية زي سيا وجايبين ناس متكلمة جدا تطلع على المسرح عشان في الآخر يعمل لي تسويق لمنتج بطريقة غلط؟ لا، وإيه كمان؟ بعدها بيفتخروا بالA10 بروسيسور، إن فيه 4 كورز منهم 2 هاي باور و2 هايلي إفيشنت، ويقول لك ده إكسبوننشال جروس في البروسيسنج باور، وطفرة جديدة في العلم، مع إن الحركة دي سامسونج عملتها أيام الإس 4، وبعدها لما يجوا يتكلموا على الجهاز ويقولوا إنه مقاوم للمية وإن دي حاجة رهيبة. طب ده حتى IP67 مش عايزين يقولوا يقدر يستحمل لكام متر وكام دقيقة تحت المية، لأن إحنا في 2016 الطبيعي إنك تشوف كله IP68، بس برضه هيرجعوا ويقولوا إحنا عملنا أرفع موبايل في العالم، وفي حتة الشاشة بيغطوا على فشلهم في تقدير ثمن الموبايل وإنهم اضطروا يحطوا شاشة 720 بي بإن هم زودوا ألوان الشاشة. واحد دلوقتي هيقول لي مش هتفرق مع حجم الشاشة الصغير، هقول لك امسك في إيدك آيفون 6 إس وبعدها روح امسك مثلا إكسبيريا زي 3 أو أي موبايل شاشته 1080 وقول لي حسيت بفرق ولا لأ، حتى في الصور عموما. اصل مفيش حد يدفع $650 في موبايل ويقول معلش هاجي على نفسي في حاجه، ده غير انه هينزل مصر بمبلغ جبار، واحنا مش عايزين نتكلم في الجزئيه دي. ولما اعلنوا عن الاي او اس 10 قالوا حاجتين، اخيرا هتعرف ترد على الرسائل من اللوك سكرين وهتقدر تتحكم في بيتك لو عندك هوم اوتوميشن، وده اول اوفيشال امبلمنتيشن. مفيش فايده. طب لو اي حد بيتفرج وبيستخدم اندرويد بقاله كام سنه بيقدر يرد على الرسائل من اللوك سكرين؟ وبالنسبه للهوم اوتوميشن بسيطه يا عم، انا هدخل على النت احمل اي ملف اي بي كي لاي ثيرد بارتي ابلكيشن ومش هدفع فلوس في جهاز عشان يبقى اسمي اشتريت اوفيشال امبلمنتيشن. اظن مفيش اسباب اوحش من كده، شركه ابل بتخبي النزول الرهيب في ارباحها ومؤتمر كله كلام معسول وعرض التكنولوجيا وهمه وراها تطوير شبه مش كامل، ولكن انا ما اقدرش اقول انهم ما عملوش مجهود، احنا لسه هنعمل فيديو هنقول فيه الحاجات الصح اللي قبل عملتها، خليكم تابعين القناه عشان تشوفوا كل حاجه. ولكن في الوقت الحالي انا بعتبر ان قبل ما زالت ماشيه بنفس النظام القديم بتاعها واللي خلاها خسرت 3% من الماركت شير، ولو طلعت بره امريكا مش هتلاقي سيطره رهيبه للايفون. ملخص الفيديو ده ان احنا عايزين نوجه رساله لقبل، كفايه سرقه في فلوس الناس اللي مش فاهمه كويس وتسويق حاجات وهميه وعمل هوجة من حاجات بسيطة
في شركات عملتها من سنين. شكرا على المشاهدة، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب للقناة وتشير الفيديو، ولو عندك اي رأي عكس اللي احنا قلناه في الفيديو ياريت نشوفه في الكومنتات. اشوفكم الحلقة الجاية بإذن الله. سلام.